لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاجعة بما تحمل الكلمة من معنى، يا رب تخرجنا من دار العيب لا عيب. هاد الشيء اللي غادي تشوفوه هو فاجعة وصدمة، فعلا هاد الشيء حج في النفس، هاد الشيء كي لا حول، تخونني الكلمات على أنني نقول لكم الإحساس والشعور ديالي وأنا كنشوف هاد السيدة مرمى وملقية على الأرض بسبب مشكلة هي دايرة فيها حتى شي حاجة. كيف يعقل على أنك أنت تزوجي بواحد السيد ويقول لك ما عندي ما ندير بك، أنت ولدك حاملة خرجي عليا بحالاتك، ما ديرش معاك بالحمالة. سيدة مزوجة بلاك ديالها بعد عمر قال لك تولدي لي بزاف، دابا واش هذه هضرة كتقال؟ لحني الله رحيم سيدة أنا عصف أرض مليوحة بوحدها، شوفوا حالتك دايرة، سمحنا لنا حتى نقدر غير نحاول نشوفوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هاد السيدة لا حرج إلا قال لك تحملي بزاف ما عندي ما ندير بك. الله يحييه. الوالدين قالوا لها حيدي تحملي سيري حيدي بنادم دابا. هي مزوجة شنو دار لها الراس؟ هادي مزوجة ولاش مخلينا عرفتي شحال مني جيت دخلت؟ وهي مليوحة انا عاد عيطت لنا كانت كترد ما استقبلت حتى شي واحد. يا كون ساعدتني تمشي للكوميسيريا. هي مسكينة لحني الله رحيم مليوحة الدار، شوفوا على حالها كي دايرة. الوالدين قالوا لها حيدي بغيتي ترجعي ياك؟ حتى والدي قال لها قالوا لك لا. يلا صغيرة والله وليدي يكون من محنن واحد البنتي من الموت والحياة راه في السيروم. الله يكون معاك والله وليدي تنبقى واقفة معاه حتى الآخر ولكن أنت تشوف. الله يكون معاك لالا الله يشافي مريضك يا ربي. شوفوا تاجا هادشي راه كيضر في النفس، شوفوا المغاربة كيفاش كذابوا مع بعضياتهم، شوفوا كيفاش المغاربة كيحاولوا على أنهم يوقفوا مع بعضياتهم، شوفوا المرأة كيفاش يقول لها راجلها نوح هي سيدة حاملة واحلة بروحها وتلقى راسها ما بين ليلة ونهار مليوحة في الزنقة. والمغاربة وقلوب الخير لا حول ولا قوة، بعد ما هي السيدة حاولت توقفها وتنوضها باش تقدر غير تمالك القوة ديالها ونقدروا نسولها ونعرفوا شنو واقع. يلا مرة مسكينة شوفوا حالتها كي داير. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. وعندها عاود حيدة. يلا. البشر نعرف يلا. وحدة وقال لها. كل واحدة أربعة ولا خمسة ولا. كل يعني واحدة عشرة كيف كان امراة عندها بنية وحدة ويقولها ما عندك ما ديري بها حيدي كتولدي لي بزاف. حشومة حشومة ما خصوش يدير معاها بحال هكاك. حشومة بنادم مسلمين راه ماشي حشومة باش دير. نعم لالا. خواتاتي لاحوا. خواتاتي تلاحوا قالت. يلا لحني الله رحيم دابا انت شنو مخليك هكا فضل؟ قالت فين تمشي مسكينة. الدنيا عوالي ما كاينش. مريضة قالت لكم ما لقيتش. مريضة مسكينة كترد المسكينة. شي حاجة ما لقيتوش. فين ساكنة انت دابا؟ ها؟ دار لي واحد البيت هنايا وقال لي صافي ما عندي ما ندير بك. كراك شي بيت؟ كاري لا بيت وخرجها. خرج. هي ما عندي ما ندير بك. والبنية فينا هي؟ عنده. عنده قلع عليك؟ ما عندي ما ندير بها حيت أنا مريضة. مرضت مسكينة غتكون واش عندك حتى شي مرض راسك شي حاجة شي؟ ها دابا حيت الصدمه حامله حيت الحمل هو راه اللي كان لها الواحد يرضى وداك الشيء. ها ما عندي حتى مشكل انا ما عندي حتى شي مشكل. مشكله وقفت غير الخير اللي وقفت معك. ما عندي حتى شي مشكل انا. ما عندي حتى مشكل ما عندي حتى مشكل. ما عنديش باش نمشي للطبيب دابا بغيت شي حد اللي يساعدني ويديني للطبيب. كنموت شهرين وانا كنموت في الشارع حتى واحد ما داها فيا. واخا العائله ديالك فين هي؟ كلشي سمح فيا كلشي لحني الشارية حتى واحد ما داها فيا كلشي. يلا واقفه هي بالصباح وهي كترد مليوحه هنا. يا ربي بغيت غير نموت وما نتعذبش. لا طول عمرك الا ما تقوليش هكا. لا حول ولا قوه. دخلوا مسكينه السبيطار وقلبوا عندي ما يديروا فيا راه كنت داخله وخرجوني. خرجوك حتى هما. كل مره نجي عندهم في الليل مني نطيح يقولوا لي يا خرجي لا برا. غادا نوض بعدا نشرب ميه على السكر. انت راه كيف راسك معيانه الله يشافي مريضك من صافي لالا صافي يلا اسمحي لنا لالا خلي لا حاول تشوف واخا دابا انت العائله ديالك والناس اللي يكونوا معاك. ما كرهناش يا وليدي ما الله يجازيك بخير. هذا يا قلوب المغاربه اللي اكيد كيوقفوا مع بعضياتهم كيحاولوا انهم يعاونوا بعضياتهم في عز الازمه اللي كاين. واخا لالا فين هي العائله من هادشي؟ كلشي سمح فيا كلهم سمحوا فيا حتى واحد ما عندي كلشي لحني كلشي كنقول ليه راه مريضه كيقول لي سيري للشارع.
خدام ماشي تسلم المال ديالك غتبقى بحال هكا في الزنقه بهاد الطريقه هادي. ما عنديش فين غنمشي، ما عندي. واخا عندنا بغيتي شي جمعيه اللي نقدروا نمشيو عندها اللي تقدري تجلسي فيها بما ولدتي يداويوني. اه بغيت شي حد اللي يداويني، بغيت نمشي لشي طبيب باش ما يبقاش فيا الالم. ما كنعس لا. واخا شنو العضو اللي كيضرك؟ شنو كيضرك دابا باش كتحس؟ كيضرني صدري وجنبي، كنموت من الحماله ديالك. مزيانه؟ اه مزيانه، كنموت من المعده والكلاوي. واخا دابا الراجل شنو كيقولك؟ شنو مخليه مخرج؟ ما عندي ما ندير لك، ما عنديش الفلوس باش نداويك. ولكن اللي ما عنده ما يدير لك ما يمشي يدير لك، خصو يدير مجهود يدير حل ماشي يخليك في الزنقه بحال هكا. لاحظني مو لاحني هو وكلشي لاحني، ووالديا وخواتاتي وكلشي. واخا انت اصلك منين؟ فين كاين دارك؟ ما سولوش حتى فيا خواتاتي كاع. لا حول ولا قوة. واخا لالا اليوم دابا انت من الدار البيضاء اصلك؟ لا عندنا واحد جديدة. عندنا واحد جديدة. واخا لالا دابا اليوم خصك تكوني داء الجمعية تأكيد باش تقدري تمشي وحدة من دور الرعاية اللي تقدري تمشي باش تكملي الحمالة ديالك وتشوفي شنو ديري هاد المشكلة هادا. علاش ما فكرتيش تمشي لدارك؟ جراو عليا. هو ما يمكنش علاش داركم يديروا لك؟ ها هو الراجل كاين مشكل قال لك كتحملي بزاف. عندي مشي الدوا باش يداويني، قال لي ما عندناش الفلوس. يعني ما عندوش باش يتكفلوا بيك؟ صافي وقالوا لي سيري كان بغيتي. واخا شحال رقم التليفون ديالك يا هو هذاك اللي عندك. نعاودو نذكرو الناس برقم التليفون ديال هاد السيدة هادي، هو الرقم اللي كان تواصل معاك منه ياك؟ ليزال تصوروني الناس ولكن انت. 07-02-89-07-44 07-02-09-07-44 على قوت الله أكبر. 07-02-89-07-44 هو الرقم ديال هاد السيدة هادي اللي كتقول أنو الزوج ديالها لاحة، قالها أنت كتحملي بزاف، ما عندي ما ندير بك يا سيدة مزوجة بلا كدماغياز ديالها على سنة الله ورسوله، عندها بنية وحدة تيقولها ما عندي ما ندير بك. كتشري كاين لا لا؟ واخا اليوم شنو كطلبي من قلوب الخير؟ كنطلب منهم غير يعاونوني، ما بغيت لا فلوس لا والو، غير بغيت غير نداوى من هادشي اللي فيا. صافي هادشي اللي باغا. واخا لالا ان شاء الله يدير ربي الخير ويكون الخير، واكيد نوقفوا معاك حتى تلقاي وحده من دور الرعايه اللي تقدري تدخلي ليها باش تبركي في هذه المده بما قاديتي الوضعيه ديالك ان شاء الله. واخا الله يجازيك بخير. شكرا لك لالا.